الحماية المدنية لعمال 12 قفالة إلى سير مدير مؤسسة أوراق خاصة. الموضوع احتفال باليوم العالمي للحماية المدنية. السلام التام بوجود مولانا الإمام. في إطار احتفال باليوم العالمي للحماية المدنية في الفاتح من مارس المدني تحت شعار سلامة الأطفال مسؤوليتها، يشرفني أن أخبركم أن قيادة الإقليمية للحماية المدنية طنجة أصيلة تتقدم أبواب مفتوحة في وجه العموم بحكمة ساحة موزر طنجة ابتداء من الساعة 9 صباحا. وبهذه المناسبة نوجه لكم الدعوة كما نرجو أن تنوبوا عنا في تبليغها لكل متمثلين التابعين لمؤسستكم من أجل تحديثهم في هذا الميدان. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بأرقام التالية 05 39 94 05 15.